هل إذا خرج الإنسان من مسألة اختلف فيها العلماء أحوط لدينه وبذلك يتقي الشبهات كالأسهم اليوم؟ هل إيش؟ إذا خرج الإنسان من مسألة اختلف فيها العلماء أحوط لدينه واتقاء للشبهات كالأسهم؟ ما في شك أن الخروج من الخلاف مطلوب وأحوط للدين، لكن الأسهم من هم العلماء اللي اختلفوا فيها؟ العلماء المعتبرون ما لهم فيها كلام، إنما هذا قول طلبة العلم والناس المبتدئين اللي ما يدرسوا الفقه ولا عرفوا يعني أمور هذه الشركات واستعجلوا بالفتوى. أما فتوى عالم معتبر فلا أعلم أحد أفتى فيها. نعم.